بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم الدكتور ظافر كمال، استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والعلاج بالقسطرة من مملكة البحرين. أحب أوجه حديثي اليوم إلى الأطباء العامين وجميع الأطباء الذين يتعاملون مع القدم السكرية. أي مريض سكر يجيك العيادة ضروري جدا أن تفحص القدمين، وفحص القدمين يكون فحص عام. طبعا نفحص، طبعا احنا كلنا اطباء، ف انسبكشن بالنظر، لازم نشوف اذا في هناك اي جرح في القدم، اذا هناك اي اختلال في الشكل، يعني ديفورميتي، واذا كان في هناك تغير في اللون لايك دسكي ديسكالريشن او غانغرين او الغنغرينا مثل ما نعرف، او هناك تقرحات تدل على أن المشكلة بسبب نقص في التروية أو arterial insufficiency اللي احنا نسميه peripheral arterial occlusive disease مثل ما انتم عارفين. ف you have to inspect، بعدين you palpate. The palpation اللي هو الفحص ضروري، you palpate for pulses اللي هو النبض، الفيمورال، البوبليتيل، الدرسال سبيدس، البوستيريور تيبيال، ضروري نفحص البلس. اذا البلس محسوس ف اتس بالبابل، بدون دخول في تفاصيل الكلاسيفيكيشن اوف بلسز، يعني اذا محسوس او غير محسوس، اول ذيس ثينجز لازم نوثقها دوكيومنتد. طبعا غير الفحص اللي هو النبض، ضروري جدا ان انت بعد ضروري انك انت مثلا تفحص الكابيلاري ريفيل تايم اللي هو عاده 2 سكندز، less than 2 سكندز از نورمال، مور ذان 2 سكندز از اب نورمال، واحتمال معناته ان المريض عنده arterial insufficiency. اذا شكيت ان المريض ما عنده arterial insufficiency او ما عنده بلس، it's good to do the Berger test. Berger test اللي هو المريض lying supine، ترفع رجل المريض الى الاعلى، تصير إذا صارت الفوت بيل أو شاحبة، بعدين تنزلها طرف السرير. إذا صارت هايبريميك أو زاد فيها اللون الأحمر، هاي دليل أن المريض عنده نقص في تروية الشرايين الطرفية. طبعا جدا مفيد ويوسفل أن تعرفون how to do the ankle brachial index اللي هو باختصار ضغط الدم، السيستوليك بلاد بريشر في الدورسال سبيدس او البوستيريور تيبيال، قسمه على السيستوليك بلاد بريشر في الارم اللي هو البريكل. اذا كانت النتيجه 0.9 يعني 0.9 او اعلى فهذه طبيعي، اذا كانت اقل فمعناته المريض هذه دليل قوي او علمي ان المريض عنده peripheral arterial disease. فهذه الامور جدا مهمه، لان اذا احنا كاطباء if we missed تشخيص مريض peripheral arterial disease او critical limb ischemia، معناته ان limb threatening ischemia يعني ischemia مهدده للطرف، اذا احنا اذا لم نشخص هالشيء او if we missed it، معناته المريض ممكن يفقد الطرف الخاص به. وطبعا احنا ما حد يريد هالشيء، فلذلك اوصل الجميع بفحص الاقدام بالذات لمرضى السكر، وطبعا المرضى اللي عندهم ريسك فاكتورز مثل ارتفاع الضغط والكوليسترول والمدخنين ومرضى القلب والفشل الكلوي. ضروره فحص الاقدام، ضروره اعطاء المريض نصيحه للعنايه بالقدم، وضروره تحويل المريض على استشاري الأوعية الدموية أو أخصائي الأوعية الدموية في حال وجود مشكلة في التروية للأقدام في أي من هؤلاء المرضى. وشكرا جزيلا، إن شاء الله ما كنت طولت عليكم.